إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله فعلا لو أننا ما اجتمعنا هذا الاجتماع كله إلا لسماع مثل القراءة التي استمعنا إليها آنفا لكفانا، ولكفى هذا المجلس فضلا أن يستمع لذلك وينصرف، وتكون المهمة قد أنجزت والفضل قد تم لمن جاء إلى هذا المجلس وحضره بقصد التعبد، عسى أن يكون ممن يذكره الله جل وعلا في من عنده. لأن القرآن الكريم إذا تلي حق تلاوته، حق تلاوته، كان له من الأثر على القلب ما الله به عليم، إذ يتزود المؤمن ليومه وربما لأيام وربما لعمره ما يسلك به إلى الله جل وعلا. وذلك هو المقصود أساسا بمعنى الترتيل في كتاب الله. لهذا إذا اجتمعنا وكان عنوان هذه الكلمة مفهوم الترتيل في القرآن الكريم. وقبل أن أتحدث عن مفهوم الترتيل، لابد من تقديم هذه الجلسة التي نحن فيها من حيث مناسبتها، أي من حيث إنها احتفال بأهل القرآن الكريم وبمرتليه من قراء التراويح بصورة خاصة، وبتسمية الجائزة بالإمام العلامة ابن غازي المكناسي، هذا العلامة الرباني الذي كان بهذا المسجد يدرس القرآن الكريم وعلوم الشريعة في أزمنة سابقة غابرة، فكان له مكان من شان بعد ذلك تربية للأجيال وتكوينا لعلماء كان لهم الفضل بعد الله جل وعلا في استمرار الدين والتدين بهذا البلد، هذا الدين الذي تلقيناه الآن بسبب حفظ الأوائل له وقيام الآباء والأجداد ومن قبلهم بحمل رسالة القرآن الكريم تامة كاملة إلى الأجيال التي تلي بعد. وقد اشتهر فعلا ابن غازي رحمه الله بقرآنيته، وأقول القرآنية هنا بالمعنى الإيجابي للكلمة، أي أنه كان رجلا ربانيا يقرأ القرآن ويقرئه على موازين القرآن الكريم، موازين ربانية. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وتعلمون في القراءة الأخرى، وقد كان يعلم ويعلم ابن غازي رحمه الله بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، حتى قدر له رحمه الله أن ينتقل إلى فاس الحاضرة المجاورة ليكون بعد ذلك شيخ الجماعة، إمام جامع القرويين. وقد كان من شأنه رحمه الله في هذا في هذه المدينة وفي المدينة الأخرى، أي بمكناسة وبفاس حيثما درس وعلم، كان من شأنه أنه يقسم السنة نصفين، نصفا لتدريس العلوم على الطلبة. وكان في تلك المرحلة القرن العاشر الهجري كان المغرب قد احتلت شواطئه وغزاه القوط والإسبان والبرتغال وغيرهم في الشمال وفي الغرب، كان يجلس يدرس العلم بفصل الشتاء والخريف حتى إذا حل الربيع والصيف، يعني الخريف والشتاء في التدريس والتعليم، والربيع والصيف ينتقل بطلبته إلى الثغور ليجاهد العدو بالسلاح
بعدما كان يجاهده بالقرآن ها هنا وبالدراسات العلمية والتدريسية، فيحمل الطلبة فيجاهدون العدو ويكونون آنئذ حراسا لهذا المغرب على ثغوره هنالك. فإذا آمن الناس هنالك اشتغل بالتعليم والتدريس مرابطا في الثغور، وإذا تحركت الفتنة أو العدو شهر سلاحه للدفاع عن حوزة الوطن، رحمه الله ورحم من صار على نهجه من العلماء الربانيين حقا وصدقا، حتى إنه توفي رحمه الله، توفي في فاس نعم، ولكن مرض الوفاة أدركه في الجهاد في الصغر، كان في مدينة العرائش آنئذ يجاهد العدو واشتعلت الحمى بجسمه وهو شيخ آنئذ هارم، شيخ رجل في الشيخوخة ويحمل على فرسه ويخرج مع ذلك رغم كبر سنه وشيخوخته، لأنه عالم قدوة رباني يربي الجيل الذي يأتي والذي يتربى على يديه معه، يعني أخذته واشتعلت به الحمى وشعر بالألم الشديد وبأن الموت قد دق بابه وطرقه، فأمر طلابه بأن يرجعوه، فما أن وصل رحمه الله مكانه حتى مات. وأحسب أن مثل هذه الوفاة إن شاء الله راجيا من الله جل وعلا أن تكون له شهادة في سبيل الله، لأن ما مرض في صغر الجهاد حاملا سيفه في مقاتلة العدو من الأجانب الذين كانوا يحتلون آنئذ شواطئ المغرب الأقصى. إذن هذا الرجل المكناسي فعلا حري بأن يهتم به لعلمه ولسيرته ولربانيته وللآثار التي تركها من عشرات الكتب والمؤلفات في علوم القرآن الكريم وفي القراءات القرآنية وفي علم الفقه وأصوله وغير ذلك من العلوم مما هو مشهور معلوم لدى من يعرف هذه الشخصية الربانية حقيقة. فلذلك إذا تخليدا لهذا الشخص رحمه الله وترحما عليه سمينا الجائزة باسمه، فهو ابن البلد مكناسي وعالم حري بأهل هذه المدينة بأن يتعرفوا إليه وعليه وأن يفتخروا به. هذا من جهة. من جهة ثانية، لماذا كانت الجائزة للترتيل خاصة ولقراء التراويح بصورة أخص؟ لأن يعني الترتيل ممكن أن يتقدم أي شخص لترتيل القرآن الكريم، لكن اختصت الجائزة بمن يرتله في محراب الصلاة إمامة بالناس وصلاة بهم، لأن الترتيل في حقيقة الأمر إنما هو ذاك، الترتيل في حقيقة أمره إنما هو ذاك. ولهذا لا بد أن أبين يعني جزءا من العمل الذي قامت به اللجنة جزاهم الله خيرا، أي الإخوة العلماء الذين قاموا بزيارة المساجد كيف كانوا يصنعون وما هي المعايير العامة التي اعتبرت، لأن كثير من الطلبة القرآنيين وكثير من يحسن الترتيل والتجويد كان يسأل عن الجائزة متى تكون وكيف نستعد لها. فهذه بهذه الصورة أقول لأول مرة تنجز في المغرب كله لأول مرة بهذا الشكل، وذلك أن اللجنة كانت تذهب إلى المسجد من مسجد إلى مسجد المساجد المرشحة فيصلون خلف الإمام ويقومون ترتيله، وترتيله للقرآن الكريم لا يتوقف على مجرد صوته ونغمه وقواعده، كل ذلك حسن ومطلوب ومعتبر، لكن أيضا يدخل فيه كيف صلاته، كيف اطمئنانه في صلاته، كيف ركوعه، كيف سجوده، كيف الأجواء التربوية والروحانية المحيطة به من حيث إمامته بالناس. وهذا لعمري كله يدخل في الترتيل، لأن راه كاين خطأ شائع في معنى ترتيل القرآن وتجويده، وهو الذي سأبينه على قدر الطاقة والاستطاعة بحول الله. فلذلك رشح من رشح وقدم من قدم بناء على هذه المعايير جميعا، واعتبر في ذلك طبعا سلوك الإنسان وخلقه وإمامته، لأن الإمامة ليست صناعة وحسب، يعني الإمامة جرت العادة مع الأسف الشديد في
يعني التقاليد الفقهية المتأخرة أنها صناعة، يعني خدمة حرفة، هكذا اعتبرت الإمام. هي كذلك نعم لابد من الجانب الصناعي، لابد إنسان يكون عارف يعني أحكام الإمامة وهو الجانب الصناعي، لكنها قبل ذلك، قبل ذلك إمامة في الدين. الدين من حيث هو سلوك إلى الله جل وعلا. ولذلك كان أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله يعبر عن الإمام بفعل عجيب غريب، فيتحدث عن، وهذا اصطلاحه هو تعبيره عن المنتصب للإمامة، يسميه انتصاب للإمامة. ما صاب الشيء ينصبه يعني كالعود مثلا أو الرمح أو العصا إذا كانت ساقطة فأوقفتها وصارت منتصبة، يعني الشيء المنتصب على من يهتدي به الناس. لما تكون في منطقة في صحراء أو في خلاء أو في مكان ما وتطلع لواحد الجبل وتضع فيه عصا عمودا حديدة أو علامة تنصبها علامة تهدي الناس المسار، كتلك المنارة التي تكون بشاطئ البحر تشتعل ليلا وهي عالية، تلك أمارة أو علامة أو منارة منتصبة للبحارة، يعني هي إمام تهدي الناس ويقتدي بها الناس. ومن الأشياء العجيبة في اللغة العربية أن الطيور فيها طير تسميه العرب الإمام، كاين واحد النوع ديال الطير يسميه العرب الإمام، في كل الطيور لها إمام. ما هذا الإمام؟ الطيور حينما تهاجر أو حتى لا تهاجر لاحظوه حتى في الحمام المكتسب العادي الحمام، وهو أوضح في الطيور المهاجرة، معروف هذا في الطيور حينما تريد أن تحلق جماعة، ما تبغي تمشي بشكل جماعي الطيور تلاحظون شيء عجيبا، لا يصطدم بعضها ببعض، ما كيديرش لك صيد بيناتهم، شيء غريب جدا. رغم أن الهواء ليس فيه طرق سيارة، ما كاينش له طرق في الهواء، ليس هناك طرق سيارة، الهواء هواء بسبب واحد ورئيس، وهو أنها تقتدي بطائر منها، واحد الطير منها، يعني يشكل إماما كيكون في البداية ويرتفع يرتفع يرتفع حتى إذا حدد الاتجاه قلدته جميع الطيور التي في السرب فمضت في الاتجاه نفسه. ذلك الطائر الأول الذي تقتدي به الطيور كلها في السرب تسميه العرب الإمام، لأن لا طائر خلفه يتحرك إلا بشكله في خفضه وفي رفعه وفي قبضه وبسطه لجناحيه سرعة وخفة وعلوا وارتفاعا أو انخفاضا، ولذلك لا يرتفع بعضها عن بعض ولا ينخفض بعضها عن بعض بصورة مزعجة، بل كلها تسير في طبقة واحدة وعلى خفق واحد، يعني سير واحد، وإذا تخلف أحدها بصورة يعني مشوهة معناه شيء واحد أنه خالف الإمام. فكذلك تبطل صلاة من خالف الإمام في الصلاة مخالفة جذرية أو ركنية أو مما يخل بالاتباع، وإنما جعل الإمام ليؤتم به. كل ذلك داخل في معنى الإمامة، وهذه المعاني العظيمة مع الأسف التي أضعناها إلا قليلا قليلا قليلا. ما الذي يضبط هذا كله؟ يضبطه الترتيل. لو أن الأئمة يرتلون القرآن حقا لما كانت هذه المشكلات جميعا، ولكانوا محل القدوة ومحل الاحترام، ولقد ذكرنا عهدا وكثير من الناس يذكره، لا أحد يستطيع أن يقدم بين يدي الإمام، لا يستطيع أن يقدم بين يدي الإمام، يعني ما يقدرش يزيد الهضرة على الإمام ولا يرد عليه الكلام، لأنه كان الإمام القدوة حينما كان الإمام إماما بهذه المعاني جميعا. لا يصلح أمر الناس ولا يصلح أمر البلد إلا بإعادة إحياء معنى الترتيل في الأئمة وأهل القرآن جميعا، ليكونوا فعلا مرتلين فيكونوا بذلك أئمة ولا إمامة لمن لا ترتيل له.
ولا أقصد بالترتيل المعنى الشائع الذي هو مجرد تحسين الصوتي وتجويد الحرف ومخارج الحروف، ذلك جزء من الترتيل، وإلا في الترتيل أعظم وأعم. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. بهذه الآية أدخل إلى مفهوم الترتيل. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، يعني كان الكفار يسخرون من سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ويريدون أن يصلوا إلى شيء يربكون به دعوته، فيعني قالوا على سبيل التعجيب وعلى سبيل السخرية، لماذا القرآن يتنزل عليك قطعة قطعة، يعني خمسة آيات سبعة آيات صورة صغيرة جزء صورة، ثم بعد شهرين أو أشهر أو سنة أو سنوات يأتي لاحق الصورة السابقة قبل سنين. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، فأجاب الله جل وعلا، لم يدع الجواب لرسوله عليه الصلاة والسلام، بل أجاب بالقرآن من فوق سبع سماوات وقال لرسوله عليه الصلاة والسلام ولنا جميعا كذلك، أي هو كذلك ننزله منجما ومجزأ آية آية قطعة قطعة، لأن ذلك هو الترتيب. قال بلام التعليل لنثبت به فؤادك، ماشي باش ما يتنسالوش كما يظنه بعضهم، بس ما يحفظ أبدا، ربنا قدير سبحانه جل وعلا على أن يطبع القرآن في قلب سيدنا محمد جملة واحدة، إبات وإصبح بقرآن كامل محفوظ. القرآن معجزة أصلا، ومرت بسيرة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام غرائب وعجائب، وأيسر من الأيسر أن يجعل الله القرآن في قلب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام جملة واحدة ودفعة واحدة ونزلة واحدة محفوظا حرفا حرفا. فليس قوله جل وعلا لنثبت به فؤادك يعني باش ما تنساش، لا، الله جل وعلا قد ضمن له ذلك، قد ضمن له ذلك، سنقرئك فلا تنسى، لا، لن ينسى أبدا، الله عز وجل ضمن له ذلك، لا تحرك به لسانك لتعجل به. كان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يعني يخشى أن تضيع منه الآيات، فكان يعجل بالآيات من أجل أن يستدرك حقيقتها وألفاظها فيردد كثيرا. الله عز وجل طمأنه، قال له هذا الأمر هذا ديالي، دياله هو سبحانه، أي هو الذي سيتكفل بطبع القرآن على قلب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام فلا ينساه أبدا. ولكن التثبيت المقصود ها هنا إنما هو التثبيت على رسالة الدعوة إلى الله، على حقائق الإيمان، على معارج القرآن، لأن القرآن عبارة عن معارج، دروج، معراج، دروج، كل آية فيه بل كل كلمة تعتبر درجة، تحط رجلك على درجة، فإذا تلقيت العبارة التي بعده فمعناه أنها درجة أعلى، هذا كراس سلوم دروج، فترتقي وترتقي حتى تكون أعرف بالله وأعلم به، وهم العلماء حقا المقصودون في قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. لماذا؟ لأنهم عرفوه، فلا يمكن عقلا لجاهل بالله أن يخشى الله، لأن الخشية من شيء أي شيء، ولله المثل الأعلى، إنما تتحقق من المعرفة بعظمته وخطره. لما تخاف من بعض الأشياء؟ لأنك تظن حقيقة أو وهما أنها تؤذيك فتخشى منها وتخاف. فلذلك حين تجد شخصا ولو كان حافظا للكتاب جامعا له لا يخشى الله عز وجل ويأتي المحرمات وينتهك الحدود، معناه أنه لم يرتل القرآن، والله لم يرتله إطلاقا. لنثبت به فؤادك،
لأن القرآن ثقيل، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، ثقيل ثقيل بمهامه الكونية العظيمة، نصعب جدا على الإنسان أن يتلقاه جملة واحدة. والله لو أنزل على شخص يعني صور منه، ولا أقول كل القرآن، صور منه من حيث حقائقه الإيمانية، لا مات أو لا نهد ولا وقع أرضا ولا ما بقي منه جزء منتصبا. لا يستطيع الإنسان تحمل حقائقه. هذا القرآن الذي عرض على السماوات لأنه جوهر الأمانة، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها، أن يحملنها وأشفقنا منها، إشفاق أي أنه نوع من الاعتذار المشوب بالخوف من حجم الأمانة وعظمتها. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وهذا ليس مجرد مثل وهمي، أمثال القرآن حقيقة وليس أوهاما، والله فعلا لو أن الله جل وعلا أنزل القرآن وقال القرآن وليس المصحف. الناس كثير يتخيلوا الآية تخيل شكلي، صوروا على المصاحف نازلة على الجبل، حط عليه القناطر المقنطرة من الأوراق، لن يشعر بشيء ولن ينهد ولن يصدع. القرآن الذي هو المتلو الذي نقرأه، لو أنزل القرآن على قلب الجبل لما بقي منه شيء، لتفتت. لما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا، لأن القرآن نور من الله جل وعلا وصفة لله بما هو كلام الله سبحانه وتعالى. فكانت رحمة الله، رحمة الله، والله رحمة الله، رحمة الله هي التي اقتضت أن ترأف بقلب سيدنا محمد حتى لا ينشق، حتى لا يصدع، حتى لا ينهد. فكان يثبته ويربيه بمدارج القرآن ومعارجه آيات آيات على قدر الطاقة وعلى قدر الحاجة التي تقتضيها ظروف الزمان والمكان مما يسمى بأسباب النزول وظروفه، لنثبت به فؤادك. وكل خطاب لأمة لسيدنا محمد كما هو في قاعدة علمي أصول الفقه، كل خطاب له فهو خطاب لأمته إلا ما استثناه الدليل. أي بما أنه هو عليه الصلاة والسلام كان في حاجة إلى تثبيت بالآيات القلائل، هذا قياس الأولى، من باب أولى وأحرى أن يكون غيره ممن هو دونه من غير أهل النبوة من الصحابة والتابعين والذين هم دونهم ثم الذين هم دونهم، أحوج بكثير إلى هذا المنهج الذي يتلقى القرآن كلمات كلمات من أجل التثبت والتثبيت. قال جل وعلا ورتلناه ترتيلا، كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وهذا الدليل القاطع على أن الترتيل هنا ليس المقصود به التنغيم ولا التغني ولا التحبير، لأن الضمير هنا يرجع إلى الله جل وعلا. ورتلناه أي أن الله جل وعلا هو الذي رتلناه ترتيلا وجعل فيه المصدر الدال على المفعولية المطلقة لجمع المعنى كله. ورتلناه ترتيلا، كان ممكن يقول ورتلناه، لا، ورتلناه ترتيلا أي الترتيل الكامل الشامل المطلق، ولذلك يسمى في النحو المفعول المطلق، يعني الجامع لكل معنى الفعل، داكشي كل اللي في الفعل كله تجمع في تلك الكلمة ترتيلا. الراغب الأصفهاني صاحب كتاب المفردات في غريب القرآن الكريم وقف على كلمة الترتيل وقفة عجيبة، وهو من أجل الكتب في تفسير مفاهيم القرآن الكريم، كتاب المفردات. يقول رحمه الله الرتل، الرتل
رأت لا، هذا الجدر اللغوي، الرتل هو الشيء المنتظم المستقيم، الشيء المنتظم المستقيم. فقوله تعالى ورتلناه ترتيلا أي أننا نظمناه تنظيما. القرآن له نظام داخلي كالبناء كالقصر، له أبواب له مدارج له غرفات بعضها فوق بعض، وكل طرقه وكل معارجه تفضي إلى أمر واحد، تفضي كلها إلى الله الواحد الأحد جل وعلا. ورتلناه ترتيلا أي سلكناه مسالك منظمة مستقيمة تقودك أيها المرتل إن رتلته إلى الله. فترتيل القرآن بهذا المعنى أن تسلك عبر مسلكه المستقيم الذي يسلك بك إلى الله جل وعلا. فإذا لم تصل إلى الله معنى ذلك أنك قد خرجت عن الطريق المرتلة، طريق المرتلة لم تسلكها فانحرفت بك السبل عن سبيله، فبدل أن تقودك الآية أو الصورة إلى الله قادتك الأهواء إلى جهات أخرى لا علاقة لها بالله والعياذ بالله. ورتلناه ترتيلا، والسياق كما يقول أبو جعفر الطبري المفسر شيخ المفسرين حاكم على المعنى. يعني لا بغيت تفهم الكلمة القرآن لابد وأن تقرأ الذي قبلها وأن تقرأ الذي بعدها، لأنها إما متأثرة بما قبلها مؤثرة فيما بعدها، أو أنها مؤثرة فيما قبلها متأثرة بما بعدها. هذا الذي تسميه العرب بالسياق في فهم المعنى والإجماع على اعتباره، وإنما يختلفون في مواطن ذلك، ولكن السياق حاكم. ولذلك هنالك علاقة وطيدة بين قوله تعالى لنثبت به فؤادك وبين قوله ورتلناه ترتيلا. فالتثبيت مرتبط بالترتيل، فإنما رتل من أجل التثبيت. لنثبت به فؤادك، كيف؟ بما صنعنا من ترتيل ورتلناه ترتيلا. فكأن الإنسان يقول يعني وكيف كيف كيف يتثبت قلبي بالقرآن؟ يقول الله لك سبحانه وتعالى إن القرآن بطبعه، هكا ربي تعالى أنزله، إن القرآن بطبعه الذي تكلم به الله وأنزله على قلب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام مرتل مرتل. فلا تحتاج أنت إلى ترتيل القرآن من حيث نظامه، لا، هذا ارتله الله، ارتله الله وارتلناه ترتيلا. وإنما أنت وأنا في حاجة إلى ترتيل القرآن من حيث مواقعه على قلبي وعلى قلبك. ولننتقل إلى الآية الأخرى التي تكمل هذه الآية في سورة المزمل. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. سياق واحد. كان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في بداية عمره ما يزال ينام، قال بعضهم يعني الآية تتعلق بأنه الزمل أي تخبع في المنطى من بعد ما رأى جبريل وخاف منه. والحقيقة أن هذه أن هذا السبب هذا متعلق بسورة المدثر، يا أيها المدثر قم فأنذر. أما هذا ففي المرحلة التي لم يؤمر فيها بعد بقيام الليل، كان إنسان عادي جاءه الوحي فعلم نبوته ولكن لم يعلم طبيعة رسالته، مازال ما عرف شيء خطورة الرسالة والعظمة ديالها. فقال له الله جل وعلا يا أيها المزمل
قم الليل إلا قليلا. بعد ذلك قال لخديجة أمنا أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها: ذهب عهد النوم يا خديجة، ذهب عهد النوم يا خديجة. ما هذا العهد الجديد عنده؟ عهد الترتيل، عهد الترتيل. فقيام الليل ترتيل. وبما أن القرآن يحمل المعاني الثقيلة فلا يمكن للإنسان أن يصل إلى حقائقه ولا أن يسلك معارجه إلا عبر ترتيله. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، جاءت بعد قوله ورتل القرآن ترتيلا، كأن هذه علة تلك. نبسط هذا المعنى، هذا ورتل القرآن ترتيلا. هل واحد غيقول علاش لما أرتل القرآن ترتيلا؟ هذا المعنى، لأننا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فمن أجل أن يتحمل قلبك هذا القول الثقيل لا بد لك من ترتيل القرآن، كذلك لنثبت به فؤادك. ورتلناه ترتيلا، فالله ارتله والعبد مطلوب منه أن يرتله. الله جل وعلا نظمه عبر مسالك ومعارج، ومطلوب من العبد أن يسلك القرآن وأن يسلك عبره عبر مسالكه المنظمة، وذلك ترتيله. ما تدخلش القرآن بالفوضى، إذا دخلت له بالفوضى فليس بترتيل، هو منظم. ما معنى انتظامه وتنظيمه؟ يعني أنه سبل تقود إلى الله، هذا ترتيله، وهذا ترتيل رب العزة له. فمن أراد القرآن وحقائقه أن توصله إلى الله فعليه إذن أن يكتشف نظامه وأن يسلك إلى الله عبرها، فيكون مرتلا للقرآن الكريم. وارتبط الترتيل بالصلاة، ولذلك تحدثنا عن جائزة ابن غازي المكناسي لقراء التراويح، لأن الترتيل لا يكون ترتيلا، لا يكون ترتيلا إلا إذا كان في سياق التعبد. خارج العبادة لا ترتيل، مستحيل عقلا وشرعا أن يزعم علينا أحد أنه يرتل القرآن في غير سياق العبادة. صحيح أن العبادة تكون بغير الصلاة طبقا، ولكن الصلاة تاج العبادات وأضمن مجال لعبادة الله. وللإنسان هي أن يستحضر قصد التعبد وهو يقرأ القرآن جالسا أو على جنبه لا بأس، أو على رأس نخلة، كما كان أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يحبر القرآن على رأس النخلة وهو يؤبرها يذكر النخل. ولكن بقلب انتظم، بما تذكروا الصورة ديال ذاك الحمام، انتظم في الوجهة، قرط الاتجاه، عرف الكعبة ديالو والاتجاه ديالو، فقصدها قصدا واحدا لا يزيغ عنه ولا يلتفت، فهذا قد ارتل القرآن وأدرك حقيقة ترتيل القرآن الكريم. ولكن مع الأسف بعد الناس عن اللغة العربية الأصيلة وبعدهم عن مقاصد التعبد أدى بتحريف معاني الترتيل والتجويد والتغني بالقرآن والتحبير، كل هذه المعاني مع الأسف إلا من رحم الله عند كثير من الشباب ما فهمناش على الوجه الحقيقي. ولذلك فهموا أمر التغني بالقرآن وتجويده وترتيله فهما خاطئا لا علاقة له بالقصد. العبادة لا يسلك فيها وإليها إلا الترتيل، لكن يمكن أن نتحدث عن شيء موازي للترتيل وهو التحبير. أنا كان في الظل هذا الاصطلاح، هذا قل من يستعمله، الناس يستعملون التغني بالقرآن لا بأس بذلك، ولكن لا يجوز أن يحيل هذا على معنى الغناء الذي عند الناس، وهذه المشكلة التي وقعت. ولذلك أفضل اصطلاح
سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام الذي أقر عليه أبا موسى الأشعري. سيدنا أبو موسى الأشعري كان يذكر النخلة، طالع النخلة وكيخدم شغله ويتغنى بالقرآن، واحد اللحظة من الطمأنينة والراحة يذكر الله لتلك النخلة عسى أن تثمر، ويذكر الله جل وعلا قبل ذلك لنفسه حتى يستقيم أمره. فسمعه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو عابر على الأرض، النبي صلى الله عليه وسلم الأرض وتصنت وسمع سيدنا أبو موسى الأشعري بتجويد رقيق رخيم للقرآن الكريم، فأعجبه ذلك. ولما لقيه عليه الصلاة والسلام ذكر له ذلك، تلقى به النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له بأنه راه سمعه وراه عجبه، فقال له أبو موسى رضي الله عنه: أو كنت تسمع؟ لو علمت لحبرته لك تحبيرا. التحبير التلوين والتجميل، هذا التحبير والتزويق، نتكلم يعني من المصطلحات العربية القديمة. بردة محبرة، وكان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يلبس أحيانا المحبرة من الثياب، محبر يعني مزوق مخطط، الجلابة فيها الخطوط، وهو في الصحيح من السنة النبوية. فيعني تحبير القرآن تجميله بالصوت وترنيمه. فقال في حقه، يعني سيدنا محمد يتكلم على سيدنا أبو موسى: لقد أوتيت، وفي رواية أوتي بضمير الغيبة، لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. وهذه عندي حجة قوية من أجل أن يفهم الناس أن التغني بالقرآن ليس بمعنى الغناء الشائع، وعند الغرض نأكد هذا المعنى لأنه وقع انحراف وسأقف عليه إن شاء الله، لأنه يكون كان بمعنى الغناء حتى هذاك المزمار وإذا نفهمه بمعنى المزمار، النفار ولا الغطاء ولا الليرة ولا النيرة. فمزامير آل داود، وداود عليه الصلاة والسلام ما كانوش عنده الغطاء ولا عنده الطبل ولا عنده الكمانجة أبدا، وإنما المقصود بالمزمار ها هنا الصوت الحسن الطبيعي غير المتكلف، طبيعي خليقة، كاين اللي ربي عطاه خليقة في الحنجرة هبة من الله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء وهو ذو الفضل العظيم. فمن شخص حسن الله صورته وقبح صوته، ومن شخص قبح الله صورته وحسن صوته، أو حسن الله صورته وخلقته وحسن صوته، أو لم يؤتيه شيئا من ذلك، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. التحبير قراءة للقرآن خارج الصلاة، خارج الصلاة. وأعظم قراءة للقرآن إنما هي الترتيل وليس التحبير، ولا جميع ضروب التغني من غير الترتيل. وسوء الفهم الذي وقع لبعض الشباب للتغني وللترتيل ولهذه المعاني أنها قادتهم مع الأسف الشديد إلى تقليد المغنين، وأنا كان عرف هذا الشيء من الداخل، أعلموا أعلموا من يستمع لبعض المغنيات من أجل تحسين مقاماته في ترتيل الآية الفلانية أو القطعة الفلانية أو الجزء الفلاني، وهذا فساد والله ما بعده فساد. تعمى بصيرته هو أولا بسماع ما سمع من الكلام الفاسد يا وعد، ثم يفسد القرآن ويفسد ذوق من ينصت إليه ويستمع، لكي تصنت لحتى ويتبعه ويفسد له الذوق ديالي. وقد فسد مع الأسف ذوق كثير من الناس مع الأسف الشديد في مجالس الآن من القرآن الكريم، يجتمع بعض أهل القرآن فيرتلون آيات فيها من ترهيب ما فيها، فيها من الوعيد ما فيها، ما تنهد له الجبال والأرض، وتسمعوا يعني ينغمها تنغيم يدل على الطرب والسرور،
بل ويتبعهم من يجلس معه بنوع من النغم، يعني شبه ما يكون بعز الكمان، هو كيكمل الآية الأخرين يعني يصوت واحد الصوت تنغيم رقيق على ضرب الكمان تماما. هذا والله عليه وزر، حاشا حاشا واش يكون بحال هذا عنده الأجر أبدا، إن لم يتداركه الله برحمته لكانت عليه أوزار بما أفسد من طبع القرآن. القرآن شيء آخر، القرآن يتحزن به، القرآن يتربى به، القرآن معراج إلى الربانية. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. القرآن لهذا الغرض أنزل، ولهذا الغرض جاء إلى الناس. لذلك إذن لابد أن نعيد علاقتنا بالقرآن من جديد، وأن نجدد فهمنا للترتيل. الترتيل نصب، النصب هو الخدمة، تعب مشقة سنك عرق من أجل القرآن الكريم. ولهذا رب الله رسوله وأصحابه على أن يتدربوا على ذلك في محراب الصلاة، في محراب الصلاة كما في سورة المزمل، قم الليل إلا قليلا. هذه الأجواء هي التي تضمن لك أن تتعلم الترتيل. وإذا صدقت الله جل وعلا آتاك من فضله، وعلى قدر صدقك يكون تأثيرك. فإذا حبرت القرآن بعد ذلك، انتقلت من الترتيل إلى لحظات من أجل الاستراحة، شيء حسن، يستريح من القرآن بالقرآن، يكون آنئذ تجويدك وتغنيك للقرآن على موازين العبادة لله الواحد القهار. المرتلون الأوائل ما رتلوا كلمة من كتاب الله إلا وانطلقت القلوب خاشعة، وانطلقت العيون باكية لله الواحد القهار. كان أبو موسى الأشعري رضي الله عنه الذي أوتي مزمارا من مزامير آل داود في زمن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يعني زمن الخلافة ديال سيدنا عمر لما كان خليفة المسلمين أمير المؤمنين، وكانت عاصمة الإسلام في المدينة المنورة. استعمل أبا موسى على العراق، رد العامل أو الوالي ديال العراق، فكان يؤم الناس في مسجد البصرة ويقرئ الناس، مئات من التابعين تخرجوا على يديه إقراء للقرآن وترتيلا له. وكان أصحاب رسول الله الذين بقوا بعد في المدينة، واحد عدد من الصحابة بقوا في المدينة مع سيدنا عمر، يترقبون قدوم أبي موسى، كيتسناو اللحظة اللي يأخذ فيها أبو موسى الكونجي، عفوا على هذا الاصطلاح، اللحظة اللي يأخذ واحد العطلة صغيرة ويزور المدينة المنورة لأمرنا فيأتي، كما في صحيح ابن حبان وغيره، فيجتمع إليه سيدنا عمر والصحابة ويجلسون حلقة، يجلسون حلقة ويقول يا أبا موسى ذكرنا ربنا. ماذا يقصدون؟ قرأ لنا القرآن. انظر إلى القصد وإلى الوسيلة. القصد تذكر والتدبر وتذكر الله وذكر الله، الوسيلة ترتيل القرآن الكريم. قال فيقرأ عليهم بصوته الحسن وهم يبكون ويستمعون. الصحابة يكون لهم بكاء واستماع لما وقر ووقع في قلوبهم من أثر قوي عميق للقرآن الكريم، بما احترق واشتعل من قلب سيدنا أبو موسى بما يرتل القرآن أو بما يرتل من القرآن الكريم. قلب لا يشتعل بحرارة الإيمان
لا يمكن أبدا أن يصل إلى مقام ترتيل القرآن الكريم. للأغاني والموسيقى مقامات، وللقرآن مقام واحد هو الخشوع. الخشوع هذا واحد الموسيقى أخرى لا يعرفها أصحاب موسيقات الأرض أبدا، لا يعرفونها. ويستحيل أن يجتمع نغم الشيطان مع نغم الرحمن أبدا، لا يجتمعان في قلب امرئ واحد، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، قلب واحد، إما ولاية رحمانية وإما ولاية شيطانية. ختاما أقول، ليس معنى ذلك أن الإنسان لا يستفيد من عروض الشعر ومقاماته، أو يستفيد من موازين البلاغة، أو يتعرف إلى ما عند الموسيقيين. معرفة الشيء من حيث المعرفة ليست محرمة، ولكن المشكل في نقل الأشياء حرفيا إلى مجال القرآن الكريم، حتى إنك تسمع بعض القراء المشاهير في المغرب وغيره إذا اقتطعت مدا من وجوده عن الكلمة والله لا تستطيع أن تميز بين ذلك النغم وبين أحد المغنين المشهورين. يعني شد بعض الناس اللي مشوا في هذا الاتجاه وشدوا في اللحظة اللي يكون قرط المد دياله بالمقامات الموسيقية وبالذبذبات بين قرار أو غيره، قطع هذاك النغم عن الكلمة باش ما يلقاش مرتبة الإنسان بالقرآن. قطعوا بشي مسجلة وبشي كين آلات الآن الإلكترونية تصنعوا هذا، وقابل بالمقابلة الدقيقة شيئا يشبه ذلك. وما بغيش نسمي المغنين الآخرين، نحن في بيت الله، قابلوا فلان ولا علان في ذاك النغم نفسه، والله تجده تقليدا حرفيا. ولذلك لأننا نعرف هؤلاء وهؤلاء، والله أحيانا هذا حدث لي أنا شخصيا، صليت خلف إمام مشهور يعني مستوى عالمي في صلاة جهرية، يعني مباشرة غير دخل في هذا المقام الموسيقي مع الأسف الشديد وجدت نفسي كأني أنصت إلى أحد المغنين المشاهير، وأعدت صلاتي، لا لا عودتها، كانت صلاة مغرب ما كنت ذكرها مزيان، هذا ما حسيت يعني ما صارت الروح تتحرك بل صار الجسم يتمايل. أو هذا مسلك يقود إلى الله لربكم؟ أيوة إنسان يكون واقعي. فلذلك لا نغتر بعبارات عربية كانت على موازين لغوية قديمة لا يجوز أن ننزلها على واقع مختلف تماما لغويا وثقافيا وعرفيا عن زمان العرب وزمان رسالة القرآن حيث تنزلت. فغاية الترتيل إذن إنما هي تقود إلى معرفة الله خشية ليحصل العلم بالله، إنما يخشى الله من عباده العلماء، ولتحصل المنزلة العالية الربانية. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب، تعلمون الكتاب، يعني إنسان تعلم كان متعلما أو معلما فمطلوب منه أن يدخل في هذا المقام الرباني، بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، أي حتى الحقائق الإيمانية والأحكام الشرعية هي عبارة عن تراتيل، تراتيل أي طرق منظمة صوتا وأداء ومخارجا وقلبا شاعرا بحقيقة العبادة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.